هو انت انا هو الحاجه اللي احنا بامكاننا باش ندوا فيها براينا. الراي زمانه انتهى منذ حسيب عمار، تولت زمن الموالات اللي نظر لها ابن خلدون من قبل. وعلى هذا الاساس اهل الراي دفعوا ثمن من زمن حبيب معناتها حسيب عمار وثمانيه هذوك اللي كتب عليهم السي فلان، ثمانيه وتسعهم كلبهم اللي خرجوا من الحزب بورقيبه. من وقت هذاك انتهى الراي، تو الناس الكل وافق او نافق او غادر البلاد. ضروري باش تختلف في الاختلاف رحمه، غير ضروري باش يختلفوا، الاختلاف رحمه. اي الله خلق الناس البصمات مش كبعضها، حتى البصمات مش كبعضها. انت شوف الشارع حتى ما تلقاش زوز لابسين كبعضهم، خلي في الاراء. ضروره جدا ان يختلف، هذيك هي خلق الله في لكي نرى كل شيء. سي بيان، تلاقى الافكار، اختلاف الاراء، نعطيك وتعطيني، لكن ماذا يحتم الاختلاف؟ هو كالتعصب، كالفردانيه، كالتفرد بالراي خاصه من عند الحكام. هذا كي يمكن ان يحطم مجتمعا باكمله، يقتله، يضربه في مكمن لا ينهض بعده ابدا. هذيك مشكلتنا احنا العالم العربي والاسلامي، ان اللي يشد الحكم يعتبر نفسه لا مثيل له، ونحن لسنا شعب بل راعيه، ينظرنا كراعيه، ناقصين تفكير، ناقصين ذكاء، ناقصين اخلاق، ناقصين كل شيء، ويقودوننا بالزلط. وهذاك سبب التخلف نتاعنا، ونبقى نعاني مدى الحياة. التنوير مفقود. شوفوا ما شوف جاي تطور بالنسبة للمناهج التعليمية، ضروري باش يكون اختلاف. ثم مقاربات، كل بلاد عندها مقاربة. تو أحسن مقاربة في العالم هي المقاربة الفنلندية الكورية الجنوبية. شنو هي التعليم الحقيقي؟ الذي يهدف إلى جعل المتلقي المتعلم التلميذ يعمل رأيه، ما يقبلش صبة يتحل وذنيه وصبوله بالقمع يعطيك ساحة فضل برا. نحن هنا نلقن، حتى في العالم العربي الكل نلقن، نعطيك معلومة، نعطيك معارف، ردها لي الامتحان، رديتها كما قلتها لك تأخذ 18، ما تردها ليش تتصرف، تأخذ 10 ولا أقل وأنت ماشي. نحن ننقل المعلومات ولا نعطي فرصة للعقول لتعمل. المقاربة الإسلامية أهم من المقاربة الفنلندية، وبشهادة عديد من المختصين في مجال التعليم، وثم زوز أدلة في ذلك. وأنه لجيلبير دورياك مشى قراء في جامع القرويين وأخذ ما علم به أوروبا، وكذلك ملوك بريطانيا كانوا يرسلون أبنائهم للأندلس للتعلم، وأبسط حاجة تعلمها البريطانيون من الإسلام بيت الخلاء، عنده ثقافة خاصة. وانت تعرف أنه أهم قصر، قصر فرساي في فرنسا، مبني بدون طوالات، لأن هذوما ناس احنا علمناهم حتى أهم حاجة، خصوصيات. وتجي انت تقول لي رأي المقاربة كذا وكذا وكذا، وقت اللي الناس حبوا يتعلموا حاجة في يوم ما، معناتها اللي يقرا فلسفه ابن رشد يعدم يا استاذ، في حين كان ابن رشد سيد في قومه، ابن رشد الحفيد. وعلى هذا الاساس هذيك هي الهزيمه. وين احنا؟ الاقتداء بالمستعمر، اي بمعنى على راي ابن خلدون بالمنتصر، الخاسر يقتدي بالمنتصر، وهذيك الازمه. اما فيما يخص التطور، انا اعتقد انه اهم تطور هو في قوله تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. اما التطور اللي طراه في البيسي كون دو، والقائد نتاعها يضرب في طفل صغير رضيع ما عندوش حليب في افغانستان او في العراق، ويزيد يصور اعماله ويظل يحط في يده ويتلذذ على كلبه او قطوسته، يعني يشوف في انسان يطير اشلاء، هذاك التطور تشوف فيه انت. فرض عليك، انما التطور هي كيفاش باش غيرك على روحك، كيفاش تولي انت ما امن من بات شبعان وجرى وجائع وهو يعلم. فهذا اصل التطور الانساني. اذا تحب التكنولوجيا، رغم من قديم الزمان التكنولوجيا موجوده عند الانسان، كان يجيب حشيشه ويلوحها في بعض الانهار ويصطاد بها الحوت يبتل، متطور حتى هو.